تشكيل لجنة اكتشاف المواهب في الألعاب الأخرى لانتقاء المواهب المميزة والعناصر التي تتناسب مع قيمة وإمكانيات النادي الأهلي. اللجنة هتناقش الأسس اللي هتعمل عليها ومن أجل النجاح في المهمة المكلفة بها والكشف عن المواهب المميزة في المحافظات والأقاليم وضمها لفرق النادي مع تجهيزها لتمثيل الأهلي في المستقبل. طبعا ده كان الخبر الخاص باللجنة، لكن الكابتن رؤوف كان ليه تصريح وقال إن العمل أو عمل اللجنة هيكون امتدادا لتاريخ النادي في اكتشاف العناصر المميزة وتقديمها للمنتخبات الوطنية، لافتا إلى أن هذه الخطوة المهمة من جانب إدارة النادي تمثل نظرة ثاقبة لمستقبل الألعاب وربط النادي بالمواهب في مختلف محافظات مصر. وده خبر مهم جدا جدا، انتقاء المواهب في النادي الأهلي مش هيكون بس على مستوى كرة القدم، ده هيكون على مستوى كل اللعبات اللي حضراتكم بتشوفوها، كرة يد، كرة سلة، كرة طايرة، كل الألعاب اللي موجودة. طيب مكملين في اخبار النادي الاهلي، ولكن مع الزميل العزيز كريم احمد من النادي الاهلي علشان نتكلم معاه ونطمن منه على كل الاحداث اللي موجوده. يا كريم برحب بيك. برحب بيك مساء الخير يا زميلي عمر، وبرحب بيك، تحياتي ليك وتحياتي لكل المشاهدين. ايه طمنا، ايه الاخبار، اخبار التدريبات ايه؟ والله يا عمر يمكن الحمد لله التدريبات ماشيه بشكل قوي وبشكل جدي بالنسبه لمعسكر صيف النادي الاهلي او الاستعداد زي ما انت قلت للموسم الحالي والموسم القادم. امر صعب جدا، وزي ما انت ذكرت في لجنه التخطيط ومن التواليد كمان يمكن الدكتور طه عقب انتهى الحديث معاه قال يمكن لاول مره بنشوف ان احنا بنخطط للموسم الحالي والقادم في نفس الوقت في لجنه التخطيط، يمكن لو في مرجعيه كنا نقدر نرجع لها، فقال امر صعب جدا لكن لابد ان احنا نشتغل ونشتغل في صمت زي ما انت قلت يا عمر، لان الناتج اكيد في النهايه ان شاء الله يصب في مصلحه النادي الاهلي، وده اللي بيشتغل عليه بشكل كبير جدا لجنه التخطيط برئاسه الكابتن محمود الخطيب والكوكبه اللي انت ذكرتها طبعا بالتاكيد. لو برجع معاك لتدريب فريق النادي الاهلي اليوم، تدريب تدريبات مسائيه بعد الاجازه طبعا او الراحه اللي فرضها مستر مارتن الكارتي المدير الفني لفريق النادي الاهلي. النهارده التدريب بدا بمحاضره كالعاده للجهاز الفني، لكن في ظهور كثير النهارده، لاعبين عائدين سواء من الاعاره او لاعبين عائدين من فتره راحه، وعلى راسهم كمان علي معلول احد نجوم فريق النادي الاهلي اللي النهارده بالفعل بينتظم في تدريبات فريق النادي الاهلي وشارك النهارده في التدريبات. عوده كمان النهارده عمار حمدي، عمار كان متواجد في الاتحاد السكندري في الاعاره، النهارده ظهر على ملعب مختار السيتي وشارك ايضا في التدريبات بجانب نصر ماهر وصلاح محسن. كان في فتره راحه استثنائيه بالنسبه لصلاح، ونصر كان بالتنسيق مع الجهاز الفني والاداري برئاسه الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، النهارده جه تواجده في التدريبات. تدريبات النهارده كانت معظمها تدريبات بدنيه مع الخاندرو مخطط الاحمال، اللي كل يوم او كل تدريب يكون في فقره تدريبيه بدنيه بجانب تدريبات الكره. تقسيم البرنامج عمر التاهيلي او برنامج الاعداد كان زي ما احنا عارفين في معسكر اسبانيا وجزء هنا في القاهره، لكن الجزء اللي في القاهره ماشي بشكل مميز جدا ومطمئن من خلال اسئلتنا للكابتن يوسف. اللاعبين مركزه بشكل كبير، تعلم جيدا ان الموسم ما انتهاش، فلابد يكون في تركيز. معسكر فريق النادي الاهلي في اسبانيا لابد يكون في استفاده بشكل كبير جدا، وده اللي بياكد عليه مستر مارتن والجهاز الفني للاعبين. الامور الحمد لله عمر كلها باذن الله تصب في مصلحه النادي الاهلي. النادي الاهلي تدريجيا غدا وبعد غد التدريبات هتكون مستمره ليوم ان شاء الله 4 مساء او صباح يوم 5 ان شاء الله، تتوجه بعثه النادي الاهلي الى اسبانيا، وان شاء الله يكون معسكر ناجح لفريق النادي الاهلي. كريم عايز اسالك على سعد سمير وكريم ندفت، ايه الاخبار؟ يعني هل الموضوع قرب ولا لسه بيتمرنوا تدريجيا واحده واحده علشان يخشوا مع الفريق؟ طبعا اضافه قويه جدا، لكن الاصابه يعني انت عارف يعني قضاء وقدر، لكن اتمنى ان هم يعودوا سريعا. اخر يعني اخر الاخبار اللي ممكن تطمنا بيها على النجوم النادي الاهلي سعد سمير وكريم ندفت. هضم معاهم كمان يا عمر شريف اكرامي. تمام، كنت لسه هسالك عليه. بالظبط، اكرامي كمان اللي حالته بتتحسن بشكل كبير جدا، يمكن اسئلتنا على طول لطبيب النادي الاهلي والجهاز الطبي، طبيب النادي الاهلي خالد محمود قال شريف تحسن، عنده تحسن بشكل كبير جدا في حالته، لكن لسه الوقت برضه عمر، يعني الوقت هو اللي هيحكم شويه موضوع شريف. شريف ان شاء الله باذن الله يكون جاهز، لكن لما تلاقي الحاله اتحسنت بشكل كبير ده يدل ان الوقت اللي محدد ان شاء الله يكون اقل باذن الله ويعود من جديد شريف اكرامي. سعد سمير وكريم نزل بيمشين على البرنامج الطبي الموضوع لهم بشكل مميز جدا، لكن هو عامل الوقت عمر، يعني ان شاء الله نتمنى ان هو ومعسكر فريق النادي الاهلي في اسبانيا لسه مش عارفين سعد هيكون متواجد او كريم ياهله هناك مع فريق النادي الاهلي او هيستمروا في المانيا، لكن هو عامل الوقت بس، لكن لسه في وقت بالنسبه لسعد وكريم بالتحديد، لان زي ما انت ذكرت اصابه قويه قضاء وقدر، لكن ان شاء الله باذن الله يعودوا من جديد. هي فتره ان شاء الله باذن الله العدد كان عندنا كبير جدا عمر خلال الفتره الماضيه من الاصابات، لكن الحمد لله
الفتره دي يمكن نجوم ولاعيبه اساسيه فريق النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله تدريجيا لعبتنا ترجع تاني من جديد، سواء شريف اكرامي او كريم نيدفيد او سعد تميم. كريم بشكرك شكرا جزيلا على كل الكلام اللي قلته وعلى التفاصيل المفصله اللي قلتها لنا، واطمنا من خلالك على حال النادي الاهلي وعلى ناصر ماهر وصلاح محسن وسعد سمير وكريم ميدفيد وشريف اكرامي ان شاء الله.